الجوهرة الوحيدة موجودة معنا، والجوهرة هذه تستاهل منها إنها تكون مسك ختام هذا الحفل الجميل لليوم. نجمة لبنانية أثرت المكتبة الموسيقية اللبنانية بأجمل الأعمال. هي نجمة بكل المقاييس، بحضورها، بصوتها، بإطلالتها، بأناقتها الخالدة اللي خلتها أيقونة من أول يوم تعرف عليها الجمهور العربي. وفعلا أستاذ سالم لازم يستفيد من هيدا الاسم، لأنه اسمها على مسمى، هي نجمة ذهبية مرصعة بالألماس حقيقة. رحبوا معانا بالنجمة الذهبية نوال الزغبي. كله قبل فوت منها خلاص.
مثال للنجمة الذهبية نوال الزغبي. مساء الخير، شكرا لكم، شكرا لحضوركم ووجودكم. أنا بدي هني تي جي تي ماجازين، وإن شاء الله دايما منحتفل سنويا بهالمجلة الرائعة واللي هي رمز الجمال والمجوهرات. بالحديث عن المجوهرات، يعني بتحب المجوهرات؟ أكيد تكرههم. بوجود أنا بدفع حقهم، بس بوجودك أنت يعني نجمة ذهبية مرصعة بالألماس من أستاذ سالم. قديش حلو اللوك، قديش حلو، شو هيدا؟ شو احنا جايين نسأل الحين عن التفاصيل، لأنه ما شاء الله ما شاء الله كنتي مضواية على المسرح. ثانك يو. أنت أصلاً يعني على طول نجمة ومضواية. ثانك يو. بصراحة يعني من أجمل القطع اللي لبستها بحياتي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني أنت شايف؟ أوكي. على فكرة هذه من أغلى وأجمل القطع الموجودة لدى مجوهرات سالم الشعيبي. شكرا، ميرسي كتير. بقيمة، تعرفين قيمتها؟ شي 5 مليون دولار مع الساعة. 5 مليون دولار ما شاء الله، لازم حماية معاها الحين يرد. وهي طالعة لازم حماية، حماية. الله يحميك يا رب. وإحنا نقول تزهينهم ما يزهونك، يعني أنت اللي حليتيهم حبيبتي، عيونك الحلوين. Thank you. الحين